السلام عليكم. الجامعة التونسية اجتمعوا اليوم وخرجوا بعض القرارات. كنت نتمنى أهم قرار تاخذوا الجامعة التونسية إنهم يستقيلوا ويسهلوا المأمورية على اللي باش يجي بعده، ويسهلوا لهم القوانين وكذا، خلي اللي يستحق يشد الجامعة التونسية. على كل حال، أهم القرارات أو من بين القرارات اللي خذوها تنحية منتصر الوحيشي، وقلنا إنه آخر مقابلة ليها ضد المنتخب الناميبي، وعينوا مكانه المدرب فوزي البنزرتي المدرب الحالي للنادي الأفريقي. ممكن النقطة الإيجابية الوحيدة في القرار اللي خذته الجامعة إنه لا تجوز المقارنة بين فوزي البنزرتي وبين منتصر الوحيشي. إن بعد يندرى فوزي البنزرتي يندرى هو المدرب المناسب في الوقت الحالي، هذيك حاجة أخرى. نحكي على مدرب راه عمره 75 سنة، نحكي على مدرب من عام 1950، بابا من عام 52 ومات عنده 3 سنين، يعني راهو العمر عنده دور. شخصيا كنت نتمنى انهم لو كان حبوا على مدرب تونسي عرضتهم شنوش يعملوا، يقول لك قص نزاع فوزي البنزرتي ما اتفق عليه نحطوه هو وخلينا أخويا نرتاحوا، وخاصة أنه فوزي البنزرتي وواجب وطني وكذا ويتمنى يدرب المنتخب، ماهوش باش يطلب برشا فلوس. نعطيوها 40 مليون يرضى، 40 مليون خير بأقل مدرب باش يدرب المنتخب التونسي حاليا، رانا نحكيو على 100 و120 مليون، يعني الديفيرنس نحكيو على 60 و80 مليون تزيد وتنقص في الجامعة اللي تقشر واللي كذا، واللي قال لك عندنا ميزانية ما نعرف شنو، عبارة باش يقولنا عندنا ميزانية نتاع دولة أيامات وديع الجريم، بعد قال لك ليه رانا مسالين. يعني باش تفهم الغموض هذايا في الجامعة التونسية ما يقدمش بالمنتخب التونسي. فوزي البنزرتي جات الدنيا راهو مدرب للمنتخب 10-15-20 سنة التالي، مش توا الواه توا. ما كان فوزي البنزرتي شخصيا كنت نتمنى والله تعطيها الراضي الجعايدي، والله عادي على الاخر خلينا اخويا نجربوه، خلينا نشوفوه عنده عقلية متاع ملعبية ينشطوا فيها في اوروبا. والله لو كان تعطيها المهدي النفطي كيف خلينا اخويا نشوفوه، خلينا نشوفه. ما هو المنتخب التونسي دفاعي وكذا، ومهدي النفطي قال لك مورينو درجه ثانيه الاسبانيه يعرف يسكر ونعرف شنو وكذا، يعني ممكن التكتيك بتاع مهدي النفطي يتاقلم ويتجانس مع المنتخب التونسي. راهو العمر عنده دور، يكذب عليك العمر عنده دور. فوزي البنزرتي ما تنجمش تقول لي وتقنعني انه عنده نفس الشغف للتدريب نتاع 10-15-20 سنه التالي، ماهوش هو. يعني درات انت كيما تشوف فوزي البنزرتي كيفاش كان يشد جمعيه قبل ويبدلها كيما فوزي البنزرتي توا، فاتوا الركب فاتوا. نحكيو على 75 سنه يا المعلم، رانا مانيش نحكيو على 60 و62، 75. انت شوف روجيل ومير مع المنتخب التونسي 2004 وقبله 2000 و2002 مع المنتخب الفرنسي، هو بيدو روجيل ومير بعد ما خرج مع المنتخب التونسي وشد المغرب وشد الاتوال، مش هو بيدو العمر عنده دور. لو كان جي العمر مجرد رقم كما يقولوا هما، راهم جماعه الفورميلا 1 اوريك في كرهب اخوي، يا وراكب لي فيكار راهو قعد للستين وسبعين وخمسة وسبعين سنة، العمر عنده دور. كيف نعرفوا انه العقلية متاع فوزي البنزرتي ما هيش العقلية متاع اللاعبين المزدوجي جنسي، واحنا نحبوا نطوروا في المنتخب متاعنا، والمنتخب متاعنا ما ينجمش يتطور بالملاعبية المحليين. يعني مشقعبة الحكاية على الاخر وداخلة بعضها، معاها عماد بن يونس ما نجم نقول حتى شيء، واسكندر القصري اللي باش نخصوا له حلقه اخرى بما انه ظهر لي مكان محمد سليم بن عثمان، خصوا حلقه اخرى بحول الله علاش محمد سليم بن عثمان مشى وعلاش مكانه اسكندر القصري، ويندرى ينجح هذا يكون افضل من محمد سليم، المنتخب التونسي خسر محمد سليم بن عثمان، هذا الكل باش نحكيه في حلقه اخرى. ثم نقطه في غايه الاهميه، يودي كيفاش النادي الافريقي يلعب وانت تخرج قرار وبيان والناس عرفته مع مقابله النادي الافريقي بالضبط، كيفاش تجي هذه راهي قله احترام. هذا زاد بحول الله مش نخصوا فيه حلقه اخرى الجمهور النادي الافريقي، كيفاش انت تجي فريق يلعب وانت تخرج تقول راهو مدرب المنتخب التونسي هو فوزي البنزرتي. يا اخي لو كان حتى صحيح واحد جويلي او العام الجاي وكذا، تحب نعرف حاجه برك،
لو كان جاي فوزي البنزرتي يلعب او يدرب في الترجي الرياضي ويلعب على لقبه كذا يخرجوش ويتكلموا ويقولوا راهو فوزي البنزرتي مدرب الترجي الرياضي، يقول لك باش يشخشب بالترجي الرياضي، ما نجموش نتكلموا. لكن نادي شنو يلعب النادي تي ربي ما يا فوزي البنزرتي هاي الاخره هاي هاي الاخره ريت معناها القيمه تاع النادي الافريقي قداش طاحت، طاحت لدرجه كبيره برشا، طاحت للحضير، ما عاد حتى حد يعمل لها قيمه، ما عاد حتى حد يعمل لها قيمه. يقروا كذا ومن عارف شنو فوزي البنزرتي والنادي الافريقي الحكم باش يسافر مباراه النادي الافريقي ضد الملعب التونسي. او كما قلنا والمعلومه راهي مؤكده معايا 100% 100% المعلومه مؤكده. علاش فوزي البنزرتي هو المدرب للمنتخب؟ يقول لك منتصر الوحيشي اخطانا منه، الجمهور هو نزل علينا باش يزيد ينزل علينا اكثر. فوزي البنزرتي حتى لو كان النسبة طاحت متاع الناس الجماهير اللي ضده بسبب العمر متاعه يقعد قيمة ثابتة كمدر. المقابلة القادمة للمنتخب التونسي باش تكون في شهر مارس، بطبيعة نحكي لهنا على المقابلات لتصفية كاس العالم. ثم صحيح قبلها مقابلات ظهر شهر سبتمبر والأكتوبر، ثم مقابلات لتصفية كاس افريقيا، لكن راهو المنتخب التونسي حتى بدون مدرب راهو باش يتاهل لكاس افريقيا. يعني هالتصفيات هذه شخصيا راها زايده، عاد على خير المنتخب التونسي بما يخرج ما يتاهلش لكاس افريقيا. لذا يقول لك انا باش نجيب مدرب فوزي او منتصر الوحيشي لا سبيل اليه باش يقعد مع المنتخب، باش نجيب من توا مدرب يخلص 100 120 مليون لشهر مارس التصفيات كاس العالم. يعني باش من هنا لشهر مارس انا نحكيو على 19 شهور، يعني نحكيو على مليار ومليار و100. لذا يحسبوهم يقول لك فوزي البنزرتي 40 مليون 9 شهور 10 شهور 350 400 مليون افضل من المليار ومليار و100، يعني تقعد في خزينه الجامعه 6 700 مليون باش يحسبوها. ومن هنا لك الوقت يعمل ربي دليل، لو فوزي البنزرتي مشيت معاها النتائج وما صارتش، خاصه حتى ما نحكيوش على النتائج على خاطر ثم زوز مقابلات تصفيات كاس افريقيا، يعني بحول الله باش ينتصر المنتخب فوزي ولا غيره، لكن يقول لك خلينا نشوفوا الجو العام في المنتخب. لكن الجو مريقل والامور ماشيه هاو كمل معانا فوزي البنزرتي، ولو كان الجو مش مريقل نحيو فوزي البنزرتي وقبل شهر مارس نجيبوا مدرب اخر اجنبي، هاو كربحنا 6 700 مليون حطيناها في كاسة المنتخب. راهو الخبر موثق وعارف اش قاعد نقول، هذيك هي خويا بلادنا وهذيك هي كورتنا، كل حسابات عبارك المسلسل حسابات وعقبات. على كل حال في ختام الحلقة كالعادة البياري متبقى كمش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، إن شاء الله فوزي البنزرتي ينجح مع المنتخب ويتأقلم، أو اللاعبين المزدوجين جنسية يتأقلموا معاه، وخاصة الملاعبية اللي مازالوا ما تقمصوش ألوان المنتخب. في ختام الحلقة كالعادة البياري متبقى كمش يقول لكم تحية تونس، عيش تونس، كلنا تونس، والسلام.